مساء الخير، انتم معنا في حلقة ثانية من برنامجكم المخصص لشهر رمضان دار ديزاين ديالنا. فمرحبا بكم معنا في تحدي جديد هذا الأسبوع، فين غنحاولوا نمدوا يد المساعدة للناس محتاجين أننا ندخلوا الفرحة في قلوبهم، وخصوصا أننا نحسنوا من مستوى عيشهم، وهذا الشيء كله داخل في إطار التضامن اللي خصناه لشهر رمضان 2012. التحدي ديالنا كيتجلى في تغيير فضاءات مؤسسات خيرية. كل أسبوع كنقوموا بإصلاح، بإعادة تأتيت وديكور جمعيات خيرية بمساعدة نزلائها لتحسين مستوى عيشهم. وباش ننجحوا في هذه المهمة، معنا كل أسبوع مهنيين في عدة مجالات اللي كيشاركوا وكيتبرعوا بكل ما كيحتاجوا الأشغال، وحنا كنغتنموا هذه الفرصة باش نشكرهم على هذه المبادرة، وخصوصا على دعمهم لفكرة البرنامج. ودابا كنقترح عليكم نمشيو نتعرفوا على المؤسسة اللي غادي يكونوا فيها الأشغال طيلة هذا الأسبوع. هذا الأسبوع كنتواجدوا بدار البنات بمولاي إدريس الأول وسط مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا هذه بناية كبيرة اللي كتضم مئات البنات اللي الأعمار ديالهم كيتراوحوا ما بين 6 سنين حتى 40 عام. والجمعية الخيرية للمساعدة الاجتماعية نور هي اللي كتقوم تسير هذه الدار. نشوفوا الريبورتاج باش نتعرفوا عليها أكثر. جمعية نور للرعاية الاجتماعية، الجمعية الخيرية الإسلامية سابقا، هي أقدم مؤسسة من هذا النوع في المغرب. حلت الأبواب ديالها في 1927 وتغيرت بفضل المرحوم محمد سقاط اللي بنى المقر الحالي في مولاي إدريس الأول. بفضل تسيير جديد، دار الفتيات اليوم مؤسسة كتوفر للنازلات ديالها فضاء مناسب للعيش والدراسة. والحاجة اللي دخلت عليها هي بأنها الدراسة اللي كتوفر لنا جميع الحاجات ديال المدرسه، ما كتخصناش منها لي زيكول بوغ لي كور دي سوار اللي ما كانت خطاتنا. كيعجبوني الانشطه والرياضه اللي كيديروا لو سبور، وداكشي كيديروا زعما شي حاجه زوينه، وكنقراو هنا مزيان. تقريبا من الليل وفي العشيه كيجيو عندنا شي استاذات كيديروا لنا مراجعه. كتجيني المؤسسه تجيني زوينه بزاف، كيوفروا لي داكشي كلشي، ما تيضربونا ما والو. تندير الرقصات والحفلات، تمشيو للخراجات، كنمشيو للمخيم في الصيف، تدونا للبحر. في القديم كانوا يعني ما كيحترموش، ما كيعطيوش ان المستفيده تدوي على حقها، تدوي على اي حاجه ديالها. هنا لا، اباغ هنا كدوي على حقك، شي حاجه بغيتيها كدوي عليها، دراتك شي حاجه كتقوليها، يعني كاين اللي يسمع ليك. بيان سور كاينين بزاف اللي كيعيروك بالتبادل الخيريه، سيري انت ما عندك موك ما عندك باك، هذا حتى هو كيخليك تجرحي بزاف، ولكن او ميم طو كيخليك تحارب هذا الشيء كامل باش توريهم ان بالخيريه علاش قاده، ان بامكانها تحارب كل شيء باش توصل لواحد الهدف عندها. بالخيريه راه ماشي مراه، راه راجل. الفتيات اللي كيلتحقوا بهذه المؤسسه ثلاثه الفئات، 10% منهم متخلى عنهم، 30% ما عندهمش اما الاب اما الام، و 60% جاوا حيت الاسر ديالهم ضعيفه وما تقدرش تكلف بهم. السن ديالهم ما بين 6 و 40 عام، مهما ان القانون كيقول بان النازلات خصهم يغادروا فاش يديروا 18 عام. نستمعوا للمدير محمد السعيدي. القانون ديال هو صارح من 60 ل 18 عام، الا دار البنات شويه كيصعب ان البنت الوقت اللي كتكون عايشه هنايا واحد المده وما يسرش عليها الله، لا من ناحيه ديال العمل او من ناحيه ديال ترتيب الاسره، كتبقى عندنا هنايا حتى نشوفوا الطريقه اللي هي احسن للادماج، الا وهي الزواج. وهذا الاطار زوجت 57 بنت كونوا الاسر ديالهم وولدوا. المثال المغربي كيقول تخطب لبنتك وما تخطبش لولدك. كنشوف اللي هما موفرين لهم الشروط ديال الزواج، كنتكفل بجميع المصاريف ديال الزواج. الخطيب يعطي غير الصداق اللي هو مشروع
الشرط الثاني يكون عنده محل فين تسكن يا اما ديالو يا اما كاري ويكون خدام والموافقه ديالها بطبيعه الحال. بالنسبه للمدير الزواج هو احسن طريقه لادماج الفتيات. ياسمينة يتيمة الابوين، عاشت في الجمعيه حتى دارت 40 عام ومن بعد زوجات. اليوم عندها بنت عندها 5 سنين ومني كتذكر ايام الخيريه ما كتقدرش تحبس الدموع. الحمد لله اللي لقينا بعدا الجمعيات كاينين زعما الحمد لله مهلين فينا لا في القرايه لا في الكسوه ديالنا العيد الكبير فحالنا فحال الناس. انا خرجت بواحد الطريقه الحمد لله الديريكتور دابا لحد الان اللي كاين دابا رجل طيب وكيبغي البنات تما الخير. نهار اللي جا الراجل اللي غادي يخطب قلت ليه واخا وافقت الحمد لله جاب لي هذا الراجل راجل مزيان. اش نقول لك عزيز عليا بزاف كنحتارمو بزاف هذا كيقدرني لينا واحد الحنان اللي عطيني عطي لبنتي اللي حليت على فمي واللي يعني زعما اللي قلت لي شي حاجه كيوفر ليا كلشي حمد الله وشكرته شي انا مرضيه واخا ما عشتش مع الام والاب لقيت كلشي فيه هو الحمد لله الحمد لله كنحمد الله ونشكره انا ما ننساش خير شحال من حاجه داره معانا. دار الفتيات عندها قدره استيعابيه ديال حوالي 240 سرير باقيه 120 منها فارغه. المصاريف ديال الصحه الدراسه والاجور كتكلف 7 مليون ديال الدرهم في العام والموارد قليله. محمد السقاط كان وهب الجمعيه مركب سكني وتجاري كيدخل في الكره ديالو 54 الف درهم في الشهر. كاينه ضريبه المذابح كانت كتفرق على الجمعيات الخيريه ولكن منذ بعض السنوات ما بقاتش كتوصل ليهم. واخيرا كاين المحسنين والمحسنات اللي كيساهموا كلها وجهدوا دوله من جهتها بزاف الجمعيه. بالنسبه للدوله ما كتساهمش صراحه ما كتساهمش معنا نهائي. الغريب انه مثلا اي اسره ملي كتكفل على الاقل كتاخذ لوكاسيون دو فامي من الرئيس الاساسي. حنا ما واخا نتكفلوا بالاطفال والبنات ما كيعطيونا والو. كما لاحظتوا معنا في الروبورتاج هاد الدار مهمه بزاف للبنات اللي ساكنين هنايا وحنا غادي نحاولوا اننا نساعدوهم. غادي نقوموا باصلاح باعاده تأتيت وديكور فضاءات اللي في الصراحه كيعطيو احساس بالفراغ ملي كتدخل ليهم. الاشغال غادي يشاركوا فيهم البنات كما كتشوفوا معنا. غادي يكونوا معنا بعض المؤثرين لهاد الدار وبطبيعه الحال غادي يكون معنا فريق عمل دار ديزاين ديالنا. ولكن قبل من هادشي كله غادي ياخذونا البنات في جوله باش نتعرفوا على الفضاءات اللي غنقوموا باصلاحها. عزيزة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حنا كيما دابا كنتواجدوا في الباو ياك نسولوا البنات بعدا شنو بغيتوا تبدلوا في هذه البلاصة؟ بغينا نبدلوا الصباغة. شمال الصباغة شنو ما عجبكش فيها؟ قديمة بزاف ما عجبتناش بغينا نبدلوها. أها. عطاو قليل بزاف. بعد البولات خاسرين. ويتصلحوا وتعاودوا من جديد. عزيزة شنو يمكن لك تزيدي على هذا الشيء اللي قالوا لنا البنات؟ هذا بالنسبه لهذا الباهو انه يعني المساحه عنده مساحه كبيره فكيدل لانه حنا مثلا كي داخلين واحد البلاصه خاويه يعني ماشي عامره يعني مثلا ما نكرهوش ان مثلا يكونوا فيه مثلا لي بلونط ولا هذا هكا كتعطي واحد الحيويه والدخله كتعطيك واحد الروح يعني كي بحال بلاصه حيه ماشي بلاصه ميته. بالنسبه كما قالوا البنات ما عجبهمش هذا اللون بغاو يبدلوا اللون يعني ماشي مشكل يعني انا نفضل ان تبدل اللون حتى هذا اللون منين تحلت؟ تحلت المؤسسه وفيها هذا اللون اذا يعني الحاجه اللي مثلا كطول المده ديالها كيعيا منها الواحد خصو يبدل ديك لا روتين فيها وحتى ليكو كتسمع الهضره تعاود بزاف يعني كتسمع الاصوات واخا يكون صوت صغير قليل ولا شي حاجه كتسمع لان صوت كبير لانه كبير في المساحه. تديونا دابا نشوفوا قاعه الاكل باش نشوفوا يلا تفضلوا مرحبا. دابا البنات قولنا شنو الحوايج بغيتو تبدلو هنايا؟ الصباغه مالها الصباغه؟ هي قديمه قديمه؟ لا عزيزه شنو يمكن لك تقولي من بعد هادشي اللي قالوا البنات؟
انا يمكن نزيد اضافات على هذه القاعه ديال الاكل، كما كتشوفوا حتى هي عندها المساحه كبيره، اذا كان عندنا فراغات كثيره كتبان يعني انها يعني الديكور ديالها ما كيوالمش القاعه ديال الاكل. شي بلايص ما مستعملينش ما مستغلينهمش. الضوء عندنا شويه قليل في المؤسسه، اكثريه مثلا في الوقيته اللي كتكون مثلا البرد ولا هذا، كتكون الجو ما كيكونش مشمش ولا هذا، اذا ما كيكونش القاعه مضويه في الضوء الكافي. وحتى بالنسبه للكراسه والطوابل فتا هما يقدموا، يعني كاين الكراسه اللي مهرسين، كاين الطوابل اللي حتى هما تهرسوا. بالنسبه للبنات كما قالوا كاين الطوابل قصار اولا عاليين، دايرين على حسب السن ديال البنات، مثلا كاين القصار على حسب السن ديال البنات اللي عندنا، لان كاين البنات صغيورين كاين البنات اللي كبار. اذا درتوا هذا القياس باش يجيو البنات الصغار كلهم مثلا عايزين ان مثلا هاد الجهه فيها المستوى الابتدائي، اذا المستوى الابتدائي خصهم يكونوا كلهم عندهم نفس المستوى، ما يكونش مثلا شي طالع او شي هابط. دابا شفنا البهو، شفنا القاعد الاكل، تديونا نشوفوا الفضاءات الاخرين. ايه مرحبا، يلا دابا البنات فين غتديونا؟ الشومبر. يلا كيما العاده اش غادي تقول لنا على البلاصه فين كتنعسوا فيها؟ نهضروا على الصباغه، هي قديمه بزاف. اها بلاصه بلايص اللي ما مقادينش ما مصلوحينش. بلايص ديالاش؟ ديال فين تنعسوا؟ ناموسيات زعما؟ اه. شنو مهرسين ولا شنو؟ الحاجه هذيك اللي هي مهرسه اللي من هنا. اه باغي نحضروا الصباغه ديال ديالاش؟ لاكاراس. حتى هي بغيتها تبدل. كاينين شي بولات اللي مخسرين. ما شعلينش الضو الليل، ما تشعلش الضو باش زعما تكون شي بولات. كاينه غير وحده. كاينين البولات قلال. هذه شعلوا وديك شعلوا. ما كافينش البولات. كيكون وحده شعلت. وكيكون الضو بزاف كبير. عزيزة عندك ما تزيدي على هذا الشيء. اذا الاضافات اللي ممكن نزيد كما قالوا البنات، ان يعني الا كتشوفوا مثلا المساحه ديال البيت ديالهم ديال غرفه النوم ديالهم هي كبيره، ولكن يعني خاليه من المسائل اللي كتوال مثلا المستفيدات الصغار. كتبان لي مقسمه على جوج، علاش هذا التقسيم؟ هذا القانون 14.05 اللي كينظم المؤسسه الرعايه الاجتماعيه كيفرض ان غرفه النوم يكونوا فيها 4 ديال المستفيدات او 8 ديال المستفيدات، وبيناتهم واحد فوارق بين 4 النوامس و4 النوامس. وكما كتشوفوا مثلا يعني ان البيت مثلا خالي من الصور اللي كتلائم من المستفيدات، هذيك حتى الصور ديالهم يعني مثلا ما نكرهوش ان كل مستفيده يكون مثلا الصوره ديالها فوق منها، فوق من الراس ديال المستفيده ديالها. كذلك حتى مثلا انهم يكون عندهم واحد مثلا طابله صغيره اللي يحطوا فيها الحاجيات ديالهم خاصه، وهذه المسائل ديالهم وكما قالوا حتى الصباغه حتى هي خاصها تبدل، يعني تكون مثلا واحد يكونوا الوان مفتوحه اللي كتساعد على النفسيه ديالهم، على الانفتاح النفسيه ديالهم، تكون يعني في ظروف احسن. البنات شنو باقي ما شفناش دابا؟ قاعة نمشيو نشوفوها؟ يلا يلا. ألو شنو بغيتو تبدلو هنايا؟ الصباغ وفي اتساع بزاف. شنو يمكن لكم تزيدو عاوتاني؟ الضوء. يعني الا لاحظنا عندهم نفس الملاحظات في كاع، لان المساحه كبيره الو ما كتوالمش مثلا الكميات ديال المصابيح اللي كاينه. هذا هي النقطه اللي علاش ديما كيقولوا ان الضوء عندهم قليل، لان المساحه كبيره في اي فضاء تغسلي كما كتشوفوا. بالنسبه لهذ القاعه ما كانش فيها غير الطوابل ديال المراجعه، وانما كان صالون، يعني في الوقت مثلا ما تيكونش عندهم مراجعه تيقدروا يجلسوا تيتفرجوا. كان مقسم لجوج البلايص. مقسم لجوج وي، هاد الجهه كانت جهه ديال المراجعه، وهاد الجهه كانوا فيها السدادر والتلفازه داكشي، القاعه بحال يعني صالون كيجلسوا فين يرتاحوا فيه شويه، ومن بعد كانت عندهم مراجعه كيلتحقوا بالكراسه ديالهم والطوابل اللي فين كيديروا المراجعه. يعني هما كتشوفي ان كانت مقسمه على جوج الاجزاء، ماشي على انهم كيقولوا غير كراسه. يعني انا ما نكرهوش تبدل كلها ويكون شي حاجه اللي كتفرحهم هما بالاخص. دابا حنا شفنا القاعات بربعه اللي غادي يكونوا فيها الاشغال، غادي تشاركوا معنا فيهم، عطيكم داكشي الساهل ديروه ياك، باش حتى نتوما تعطيو داك اللمسه ديالكم. ولكن قبل ما نبداو الاشغال نستقبلوا جميع فريق العمل ديالنا. كلها بالدوزان ديالو، العمال ديال فريق دار ديزاين مصممين يعاودوا 4 ديال المرافق ديال خيريه البنات مولاي ادريس الاول في ظرف اسبوع واحد. الأشغال الكبيرة والديكور كل شيء بدقة واحترافية بحال دايما، والخدمة كاينة. أولا كيقوم الفريق بإفراغ الغرف والمرافق اللي غادي تبدأ فيها الخدمة، كنحيدوا الأتات كامل والأكسسوارات باش نوجدوا المكان للورشة. من بعد تحضير الصباغة كنلقيو الحيوط من التشوهات اللي فيها باش نوجدوه للصباغة. الأشغال بداو، الصباغة بداو، الخدمة كيف ما كتشوفوا،
وكما تعرفنا جميع عندنا بزاف الفضاءات اللي عندنا بزاف الخدمه فيها، وهذا الشيء علاش معنا لارشيتيك دانتيريور فاطمة الزهراء البار اللي غتسهل علينا هذه المهمه. فاطمة الزهراء صباح الخير. صباح الخير زينب. حنا عرفنا بانك تعرفتي على البنات وتعرفتي حتى على الدار اللي ساكنين فيها، شنو يمكن لك تقول لنا؟ كنا نقولوا بان سان اسباس لي كبير وكاين لالو وكان ما يدار. فوالا. شنو ظهر لك الا بدينا بالبهو؟ شنو يمكن لك شنو غنديروا فيه؟ لو اون دونتخي اول حاجه كنشوفو فاش كندخلو في ان اسباس وخاوي بزاف، وغنبدلو لينيفير ديالو، اون فاميتخ بوكو دو بلونت وغنعمرو. بالنسبه للوان حتى ما غادي يتبدلو الصباغه كما كنشوفو؟ وي غنديرو لون بيض باختو نبدلو لو ليو غنردوه نقي. فاطمة الزهراء مشيو لقاعه الاكل وشوفو الاشغال فين وصلوا فيها. واخا يلا يا فاطمة الزهراء، حنا دابا في قاعة الأكل، شنو هما الأشغال اللي غتقترحي علينا؟ دونك كي كنشوفوا قاعة الأكل كبيرة، كاينة البلاصة باش نديروا طباليد الماكلة في هاد الجهة، نديروهم أوفو، ومن هاد الجهة غنديروا البلاصة فين يجلسوا الصغيورات، وهاد الجهة البلاصة ديال الكبير، ديال الكبار. وبالنسبة لهاد لي موبل اللي كاينين هنايا، واش هما اللي غنعاودوا نستعملوهم ولا غنجيبوا وحدين جداد؟ غنستعملوهم، غنعاود نقادوهم ونصبغوهم ونعاود نحطوهم. وبالنسبه للصباغه غتبقى هي نيت ولا غتبدل؟ الصباغه غتبقى هي نيت، من غير لو بلافون اللي كي كتشوفوا كنصبغوه بالبيض باش نفتحوا ليسباس. يعني دابا حنا شفنا اختصار الاشغال اللي غادي يكونوا هنايا، نمشيو للفضاءات الاخرين باش نتكلموا عليهم حتى هما. واخا يلا. حنا دابا في القسم ياك؟ قولنا فاطمة الزهراء شنو هما الاشغال اللي غادي يكونوا عندنا وشنو المراحل اللي غندوزو منهم؟ الوغ هنايا دابور غنقسمو لا بيس على جوج، دونك غنديرو اون كلوازون اون بي 13 باش نفرقو لي دو بارتي. الوغ بي 13 سي اون ستركتور ميتاليك كنحطو عليها، كنجيو نفيسيو عليها دي بلاك ديال القبس. دونك هادي اللي غتكون لا كلوازون اللي غتفرق ما بين هاد الجهه اللي غتكون ديال الكلاس والتلفازه وهاد الجهه ديال المراجعه. نمشيو نشوفو الفضاء الاخر اللي غادي نقومو باصلاحه. يلا. فاطمة الزهراء يمكن تقولنا حنا فين دابا؟ دابا حنا في البيوت غنخدمو بيت بحال هدا، ولو دوزيام اللي غيكون بحالو لي في ميغواغ ديالي. فوالا اون غوفيغ اوسي لي بانتور، غنعاود نشوف عاوتاني دو لا ميم ايستواغ كو في لا سال ديال. هذا مشكل لقيناه في الفضاءات كاملين. وي وي، دونك غير نبدلو اللون ديال الضو باش نعطيو ان اسبي بلو شالوغ. بالنسبه للكلوازون او الفوارق اللي كتكون ما بين الفراشات ديال الفتيات، فحتى هي خصها تحيد وتصلح باش تلائم مع الديكور الجديد اللي غادي يكون في الغرف. في قاعات الدراسه والبيوت ديال البنات، الحيوط خاصها تحك مزيان قبل ما تحط عليها الكوش الاولى ديال الصباغه، وما نساوش نغطيو الاطار ديال النوافذ والحاشيه ديال الحيوط بسكوتش باش ما يتخاصوش بالصباغه. المطعم ديال الجمعيه اختارت مصممات الديكور ديال دار ديزاين ديالنا تبدل اللون ديال السقف، الصباغه ديالو ما مناسباش مع الديكور ومع الحجم ديال الفضاء، زياده على ان اللون الابيض كيعكس الضوء وكيكبر لي زيسباس. في نفس الوقت كيتم افراغ الاتات من المطعم. في هذه المرحلة غادي نتعرفوا على وديعة اللي تكلفت بإعادة خياطة واحد من الصالونات ديال الخيرية، الأغلبية ديالها قديمة، توب ديالها كاشف والفراش ديالها خسر مع الوقت. وديعة خدات العبارات ديالها باش تبدا الخدمة وتسلمنا الصالون الجديد في وقت وجيز، حيت ما نساوش بأن كل شيء خصو يكون واجد في ظرف أسبوع واحد. وديعة مساء الخير. لاباس؟ اش خبارك؟ الحمد لله. الو خديتي العبار ديالك صافي؟ خديت العبار صافي. يمكن لك تقول لنا ليطا ديال لي كنابي؟ بالنسبه ليطا ديال لي كنابي هما باقيين مزيانين، مي خصهم يتبدل التيسي ديالهم واخا وتعاودوا تغومبوغاو، لان هادشي كله مكرفس كيف ما شفنا هنايا. مي الخشب باقي مزيان. الخشب مزيان. مزيان سي ان بون بوا. لي بي حتى هما نقدروا نبدلوهم باش نبدلو الموديل. داكوغ. دونك نحيدو الرجلين ونعاودو نصيبو رجلين وحده اخرين. داكوغ.
بالنسبه لي ماطلا نعاودو نديرو ليهم غومبوراج بلاموس اها باش الموس اللي مكله تشد حيت كيستعملوه بزاف فوالا كيدوزو في كل نهار وبزاف بهم فوالا اكزاكتومون واخا بالنسبه للكوسان حتى هما يا اون ميم طون حتى هما نعاودو نبدلو ليهم التيسي ديالهم ونعاودو داكوغ نزيدو فيهم شويه ديال العماره لان ديك العماره شويه خفيفه واخا داكوغ ميرسي وديعه نخلي وديعة تكمل خدمتها وتاخذ عبراتها ونرجعوا نشوفوا العمال فين وصلوا في الصباغه في القاعه ديال الدراسه تحطات الكوش الاولى في السقف ودابا مازال الصباغين خدامين في الحيوط دابا مراد قربنا نساليو هذا البيت ياك اييه دونك غندوزو كله بالبيض براتيكمون واخا دابا فسر لي كومون سا سباس بالنسبه لدابا حنا كندوزو لامبريسيون ديالنا اللي هي بيضاء نيت بصباغ عماط من بعد غندوزو الروبوشاج ديالنا اللي هما الحفارين لحقاش الا دوزنا درنا الروبوشاج ديريكت فوق البلايص اللي هما محفورين فاش غندوزو الصباغه ديالنا غادا تبوق واخا يعني غندوزو الصباغه ديالنا هي اللي هي لامبريسيون الاولى من بعد نصوبو الحفارين ديالنا نتوشيوهم ومن بعد ندوزو الصباغه ديالنا اللي هي ساتيني نفس اللامعه اللي كتغسل واخا دوك او فينال غيكون عندنا دو كوش دو بانتور وحده مات وحده ساتين واخا داكور ميرسي بوكو عفوا لا لا بطبيعة الحال كيوضع الصباغ لوندوي باش يحيد كاع العيوب اللي ممكن تشوه الحيوط دائما في قاعه الدراسه اختارت مصممه الديكور تقسم الفضاء على جوج فضاء للدراسه فيه الطاولات والكراسة وفضاء للاسترخاء كيتفرجوا فيه الفتيات في التلفازه لهذا المعلمين حطوا فيه نبيع 13 هذا حاجز مصنوع من الخشب والحديد صحيح ويمكن ليه يتجير ويتصبغ وهكذا يمكن لينا نديروا فيه اللون والتزيين اللي عجبنا وصلنا الان لاكبر جناح في الورشه وهو الاول ديال الجمعيه الحجم ديال هذا الجناح كبير بزاف وكيتطلب خدمه كثيره اولا الصباغه باش نرجعوا اللون ديالو بيض ونقي فاطمه الزهراء اقترحت اللون البيض باش نستافدوا من الاضاءه اكثر المرحله الثانيه كتطلب كثير من الصبر ومن الوقت خاصنا نبنيو الاحواض ديال النباتات على طول الجدران من بعد ما خدات المقاييس عطات مصممه الديكور ديالنا التعليمات ديالها باش ينطلق العمل صل خير معلم بخير لاباس لاباس الحمد لله فين وصلتيو حنا غادي ان شاء الله اش بقى لكم يدار خاصنا دابا الياجور الياجور تكملوا ان شاء الله دوك هنايا غيكونوا النباتات فلوس النباتات الا كاين ديك الحيط الكروازي معليش الا ما كانش الكارطون ديال القدره هو اللي كيحبس الماء داكور بالحق غنعمرو لتحت باش ما يجيش هاد تحت لتحت غنعمرو بكاياس بكاياس واخا اللي غنجيبو غنخويو واخا شكرا باستعمال السيما والياجور الحوض غادي يتبنى على الجدار وفوق الارض مباشره المهم هو ان الحوض اللي كيتبنى يجي مقاد وموازي للجدران وان العلو ديالو ما يفوتش مترو انتقلوا الان للغرف ديال البنات
كما شفنا من قبل تحطات الكوش الاولى ديال الصباغه والكوش الثانيه من نوع الساتيني. باش نختاروا الصباغه ديالنا خصنا نردوا البال لجوج الحوايج مهمين جدا. اولا النوع ديال الصباغه، واش فيها الريحه، كيفاش يمكن لينا نغسلوها، واش كتصبر. ثانيا كندوزوا لاختيار اللون اللي يمكن يكون غامق ولا فاتح على حسب الكبر ديال البلاصه اللي بغينا نصبغوها. نشوفوا هذا الغوبورتاج باش نتعرفوا على كيفيه اختيار الصباغه بطريقه صحيحه. إلا بغيتوا تبدلوا الشكل ديال المنزل ديالكم او تعطيوا حياه جديده لمكان العيش، فما كاين محسن من ضربه فرشات او حتى العديد منها باش الحيوطه ديالكم يصبح عندهم مظهر جديد. لكن بالانواع المتعدده والالوان الهائله الواحد تيحير، داكشي علاش الاخصائيين غادي يشرحوا لنا كيفاش نختاروا الصباغه ديالنا. Pour les pièces de jour, بحال لا سالا مونجي ولا لو صالون، احسن الواحد يستعمل الوان مهدنين باستيل بحال لو بيج، بحال دو شامبان، دو بلو سيال، دو سومون، دي كولور اللي الواحد يرتاح فيهم واللي ما تجيش يضروه نفسيا، يبقى يشوفهم اللي ما يطلعوش ليه في الراس. في البيوت هاد النعاس ننصح الناس يديروا بلوس دي كولور بحال دو موف كلير، دي كولور اللي تمشوا اللون ديال الارض، لو مارون، لو بيج، دي كولور مهدنين اللي نفسهم غادي تبقى ديما مرتاحه وما يحسوش براسهم مضغوطين. بالنسبه للمطبخ كان واحد اللون اللي مزيان تستعملو هو لو جون، حقت يحل الشهيه وتعطي الواحد لونفي ياكل، كوم سي لو بوت ديال هذيك البلاصه المطبخ ولا صاله مونجي، مزيان الواحد يستعمل بحال هاد الالوان. بالنسبه للصباغه المباني كاين جوج الانواع، كاين الصباغه المعروفه بالصباغه سامبل اللي فيها صباغه لامعه او نصف لامعه او مات، وكاين الصباغه ديال المنازل يعني صباغه المباني اللي كنسموها صباغه زينيه ديكوراتيف، واللي تحاول تذكرنا مثلا بشكل رخامي، شكل معدني، شكل تدلف، شكل لؤلؤي، شكل ريفي متقادم، شكل روستيك، شكل تحجرت. صباغات تزيينية أصبح الإقبال عليها كثير بالنسبة للبيوت المغربية، لكن شنو هي المعايير اللي لازم ناخذوا بعين الاعتبار حين اختيار الصباغة ديالنا؟ بالنسبة لاستعمال الألوان في البيت يعني يجب أخذ بعين الاعتبار ثلاثة المسائل. أولا ناخذوا الشكل الهندسي ديال البيت، يعني بيت نعطيكم مثال مصغر، إلا كان مثلا كل ور ضيق في متر 20 متر 30، من الأحسن نديروا ألوان فاتحة على أساس أنها تعطينا اتساع في النظر. بالنسبة للضوء، إلا كان الضوء بزاف تبارك الله في الدار، نقدروا نختاروا ألوان قاتمة على أساس أن الألوان القاتمة في الدار اللي ما كيكونش فيها الضوء بزاف كتجي تصغرها شوية. بالنسبة للفراش، يعني الحمد لله في البيوت المغربية تلقاو إما فراش بلدي أو فراش رومي. بالنسبه للفراش البلدي كنمشيو مع اشكال ديال الصباغه الزينيه اللي معروفه بحال الشكل الرخامي، شكل التدلات. بالنسبه للشكل ديال الفراش الرومي تنقدروا نستعملوا مثلا شكل معدني، شكل لؤلؤي، شكل جرانيلي. بالنسبه مثلا كوان شوميني نقدروا نستعملوا شكل روستيك متقادم. اليوم الجديد هو المج بين الصباغات وبين تقنيات اخرى باش نحصلوا على لوك مميز، لا بالنسبه للحيوط ولا بالنسبه للسقف. مريم مومني غادي تفيدنا اكثر في هذا الموضوع. اليوم تقدر ماشي غير تخدم بالصباغه، تقدر دير حيط بالصباغه وحيط اخر يكون تابيسي فيه توب ولا يكون فيه بابي بان ولا يكون فيه واحد لي فينيل تيتسمى، وتختار الصوره اللي عجبتك وتي امبريميو عليك وتتلصقها في الحيط. او تقدر تلقى عاوتاني دير دي زوبجي بحال دي بومبو، دي بلانت، دي فلور تلصقهم في الحيط. واللي لازم نذكروا دائما هو السهر على اختيار صباغه ايكولوجيه، اي ان نسبه ماده لا سي او في فيها قليله، لانها اضافه على محافظه على البيئه، هي كذلك سهله في لونتروتيان وفي الغسيل، ما تحتويش على رائحه وما تتسببش الحساسيه. نتمنى ان النصائح اللي عطيناكم في هذا الروبورتاج يكونوا فادوكم باختيار الصباغه ديالكم، ودابا نمشيو نشوفوا فين وصلوا الاشغال. اذا دابا غادي ندوزوا للتزيين ديال الجدران، لهذا مراد كيلصق سكوتش الاماكن اللي غادي تكون فيها الصباغه الحمراء باش يسهل عمليه التزيين وما تكونش فيها العيوب. سلام البنات. سلام عمي مراد.
اليوم تصبغوا معايا هذا الحيط هذا، ولكن عندكم صبغه حدا من هنا لهنا، ما تنزلوش هي الصبغه من التحت، حيت الا مشيتو تكرفصوها غادي نوليو خصنا نروتوشيو هذه، يعني غتخدموا تالين من هنا للفوق، فوق السكوت صبغوا ما كاين حتى مشكل، المهم هنا من التحت لا، انا غادي نبدا نعطيكم رولوات نعمر لكم وتبداو، وشويه بحال الطريقه غتمشيو بها. هاري انتي يا رأي الأخوة دكرولو. منذ بداية الأشغال في الخيرية، الفتيات بينوا الرغبة ديالهم في مساعدة فريق دار ديزاين ديالنا في عدة مراحل. شاركوا معنا بعض الفتيات في إصلاح وإعادة تزيين المرافق اللي ساكنين فيها. الاهتمام ديالهم مشى أكثر للصباغة لأنها كتبان سهلة ومرحة. مع مراد البنات تعلموا كيفاش يستعملوا الرولو باش يرسموا أشرطة ملونة على الحيط. هذه عملية دقيقة كتطلب التركيز، ولكن مراد عطاها طابع مرح ومسلي. صافي دابا الدريات ساليتو، يا تجيو تعطوني الرولوات ديالي. دابا نحيدو السكوتش، انا نوريكم كيفاش غنحيدو السكوتش. البنات استمتعوا بالوقت ديالهم وهما كيساعدوا مراد في الصباغه، ودابا جا الوقت باش يحيدوا الاشرطه ويكتشفوا الشكل النهائي. جري ويلي 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 غنباتك طاقي. واخا الدريات اش غنقول لكم؟ شكرا للمساعده اللي عاودتونا، وسيروا غسلوا يديكم من الصباغه. ميرسي يا عمو. صحه. شكرا عمو. الوغ البنات دابا غنبداو نحكوا الطبله، عرفتي بان خصنا نحكوا الطبله باش تحط فيها الصباغه. وكاين هاد الكرات هادو اللي عندكم في يديكم، هادو غنحكوهم حتى هما باش تفيهم حتى هما الصباغه. بحق باش بداو نصبغوا فيهم ما تصبغوش هاد الجهه، حيت هاد الجهه هي اللي كتجي هنا ومصوبه على الابار. الا زدنا الصباغه غتزيد واحد لي بيسوغ ما يبقاش يدخل، مفهوم؟ صافي نبداو. في هاد الاثناء مجموعه اخرى من الفتيات النزيلات ديال خيريه مولاي ادريس الاول كيساعدوا فاطمة الزهراء مصممه الديكور باش يعاودوا يصبغوا العود ديال الصالون وديال الطابله. خصها تكون نقيه مزيان. الوغ فاش غنبداو كنحط الصباغه وكنجرها مزيان، فهمتي؟ يلا نوبتكم. لتحضير الخشب البنات حكوا الطابله والسدادر بورق الزجاج باش يحيدوا الفيرني القديم. هذه عملية أساسية باش تلصق الصباغة مزيان وما تقشرش من بعد. نفس الوقت في الغرف زينب كتوري البنات كيفاش يركبوا الطابلات اللي غادي يديروهم حدا الفراشات ديالهم. انتبهوا معنا، طريقه سهله. دابا البنات غنوريكم كيفاش تصوبوا طابله من هادشي اللي شادين عندكم باش تولي بحال هكا. جاتكم صعيبه؟ غتكون سهله، نوريكم كيفاش. كاينه هادي بحال هكذا، غتشدوها غتقبوها تحطوها على الظهر ديالها، كتشدوا هاد الفيس كتركبوه هنايا، كاين واحد التقيبه كدوروا غير شي شويه، من بعد كتجيو هنايا لهاد التقيبات كتحطي وكتبداي دوري. شتي كتبقاي دوري دوري حتى كتشد وكتتلصق بحال هكا. صافي نبداو نصوبهم. يلا
لكم هذا اللون اللي في هذا الطوابل عجبكم؟ انت اللي كنتي قلتي بغيتي الموف ياك؟ دابا البنات حنا سالينا الطوابل كل وحده صوبات الطابله ديالها. شكرا اللي عاونتونا ودابا نخليهم يجيبوا الفراش الاخر يكملوا لكم البيت ونمشيو نشوفوا الخدمه فين وصلت. واخا يلا هجوم. كل عضو من فريق دار ديزاين ديالنا مركز على خدمته، الاشغال جاريه بطريقه جيده في جميع المرافق. في الطابق الاول المعلمين بداو كيزلحوا الفراشات اللي معوجه ولا اللي مهرسه، والسودور زاد في كل فراش جوج ديال الرجلين اضافيه باش يوليو صحاح. بالنسبه للحواجز اللي كانوا في البيوت جا الوقت باش يرجعوا لبلايصهم من بعد ما تصايبوا وتصبغوا الاطارات ديالهم. بقاو دابا بعض الاكسسوارات بحال مثلا لي ترانكل ديال الستائر الجديده، العبارات ديالها مناسبه ما خصها غير تلصق عن طريق لي فيس. جهتو الكهربائي قام بفحص الازرار الكهربائيه وباصلاح اللي ما خداماش منها، ومن بعد بدلها ووضع ازرار جديده. البيبان ديال البلاكارات حتى هي تعاودت تصبغات وتبدلوا لها لي بواني. قاعة الدراسة مازال بعض الفتيات مهتمين بالبريكولاج والديكور وكيمدوا يد المساعدة للفريق دائما في جو مرح. ليزيتاجير لترتيب الكتب واللوازم المدرسية وصلوا ولازم دابا يتركبوا بسرعة، المساعدة ديال البنات دائما قيمة. نرجعوا للأول الآن مع الكهربائي اللي قام بدي ترانشي باش يعلي الأزرار الكهربائية والبريز فوق من الأحواض ديال النباتات. في نفس الوقت الصباغة ديال هاد الأحواض بدات، اختارت لهم مصممة الديكور اللون الرمادي باش يعطيهم توش أنيقة لهاد الفضاء. ولكن من قبل قاموا المعلمين بطلاء لوندوي اللي هو مضاد للرطوبه. هاد لاكوش كتشكل طبقه عازله فوق الحيط كتمنع من تسرب الماء وكتحميه لمده طويله. في المطعم توابل الكراسات طلبات العديد من الإصلاحات
سواء في الهيكل الحديدي ديالها او في اللوحه الخشبيه اللي كتجي من الفوق، ومن بعد تجددات باضافه ستيكرز بلونين كيمثلوا الخضر والفواكه او رسومات مرحه كتعجب الوليدات الصغار. معلومات اكثر على الخدمه ديال هاد الطبالي مع النجار نور الدين. سي نور الدين، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو يمكن لك تقول لنا على الخدمه اللي درتي في هاد الطوابل؟ الخدمه اللي درنا لهاد الطبالي انهم كانوا مكسرين في الاول من الجناب ديالهم، كانوا مكرفسين بزاف كانوا تهرسوا كاع، وصوبناهم قطعنا عليهم داكشي اللي كان خاسر، عاوتاني قديناهم وصابنا لهم درنا لهم شويه الخشب باش هما الطرف ديال الخشب اللي هنايا باش ملي تكاو البنات يبغوا ياكلوا ولا شي حاجه ما يمسوهم ما يكرسوش لهم حوايجهم. تبارك الله عليك، حنا كنشوفوا نتيجه الخدمه اللي درتي. هذا واجب. كنشكرك بزاف ونخدموا ان شاء الله مره اخرى مجموعين. ان شاء الله. شكرا. النازلات ديال دار بنات مولاي ادريس الاول ديما حاضرين معنا في الشانتيه بمساعده اعضاء من الفريق والعديد من المتطوعات. حكوا الهياكل ديال الكراسه باستعمال ورق الزجاج. ومن بعد تحضير الصباغه الخاصه بالحديد، مراد بين ليكيب ديالو التقنيات المناسبه باش تلصق الصباغه مزيان سواء على الحديد او على الخشب. فريق عمل دار ديزاين ديالنا عنده خدمه بزاف، وحنا عندنا موعد مع البنات اللي شاركونا في الاشغال ومع مصممه الديكور فاطمه الزهراء اللي غادي تورينا طريقه صنع عتريه من الكيسان البلاستيك. هي طريقه مريحه وسهله جدا، اجيو معايا نشوفوا النتيجه. صباح الخير البنات. صباح الخير فاطمه الزهراء. صباح الخير زينب. حنا عرفنا بلي غتورينا كيفاش غادي نصوبوا عتريه من الكيسان البلاستيك. وي من غير هاد لي كوبلي شنو غنحتاجو؟ غنحتاجو هنا غرافوز هي باش غنلصقو الكيسان اكزاكتومون، وغنحتاجو بحال هذا سي اون دوي فين غنلصقو البوله وغنلصقوها لو بلافون. هاد البوله ما غاديش تسخنو لا غنديرو بوله جوستومون ايكونوميك اللي ما غاتسخنش بزاف. تورينا الطريقه البنات نبدا؟ بيان سور. يلا دابا الطريقه هي خصنا نلصقو هاد الكيسان بجوج بحال هكا، ويجيو هاد الجناب لاصقين ما بيناتهم، وغنشدوهم وغنلصقهم بلا غرافوز. وعليهم غنزيدو تالت، ناخذ ديالك الجناب ناخذو تالت عاوتاني نلصقو الجناب ديالهم، وخصو يبان لينا هنايا اللي لا كاين مثلث، عاود نلصقهم بعضياتهم. وحنا ماشيين بحال هكا حتى كتجي كره كبيره عامره بالكيسان ديال نعطيو البنات يجربوا. معلوم. غنلصقو ثلاثة بثلاثة باش تكبر لينا لابول دغيا، حيت غتجي البول كبيرة. دابا غتعوضو خصو يجي نيفو واحد مع هادو، يجيو قد قد. فوالا فوالا. كي جاتك هاد العملية؟ شنو جاك ساهل فيها؟ لأن غنلصقو كيسان. جاتك سهله ملي صوبتيهم بثلاثه، ولكن من بعد باش شدي هذيك كامله ما جاتكش شويه صعيبه؟ خاص شي حد اللي يعاونك. وفي نظركم دابا هاد التريه كل وحده تقول لي فين تبغي تحطها؟ تحط من هنا. فين؟ في البيت ديالك. فهمتي؟ فاطمة الزهراء دابا بغيت غير نعرف واش يمكن هاد التريا يمكن نصوبها بلي كوبلي بالوان مختلفين. معلوم دابا هادي اون سوليسيون اللي جبتو اللي عطيتكم، مي يمكننا نشريو دي كوبلي ملونين كاين ديفيرونت كولور، كنختارو اللون اللي بغينا ولا نخلفو اللوانات ونلصقوهم. نكملو باش نشوفو الشكل النهائي ديال التريا. بيان سور. يلا
دابا غنبقاو نلصقو وحده بوحده ماشي ثلاثه بثلاثه باش نعمرو هاد الثقيبات اللي عندنا هنايا ونصطفو لاغونجي الاخرى ديالنا باش نحكمو على هذا اللي غنلصقو فيه البوله باش نبلاصيوه واخا زينب اللي شدينا على هذا غنكملوا الدوره باش نشدوا هذا الشيء وغندوروا على الجهه الاخرى من لوبوزي اكزاكتومون تحت منحلوا باش الا خسرت البوله ولا تسالات خصنا نبدلوها نقدروا نديروا يدينا ونزولوها بلا اشكال ودابا اذا بغينا نديروا شكل اخر صغر من هكذا ولا كبر من هكذا خصنا لا فورم ديال الكوبلي هي اللي فوالا دابا هي اللي كتحكم علينا دابا لا فورم غنيتيزيكو هاد لو كوبلي عطينا هاد عطينا هاد لا طاي الا خدينا ديال كوبلي بلو بيتي غيعطيونا عاوتاني صغر غيعطينا اون فورم بلو بيتي دوره صغر من هادشي كي جاتكم البنات كي جاتكم خدمتكم بعدا زوينه عجبتكم قبيله صورات قالت كيفاش غتعلق في السقف هكا ها هو هذا صافي دابا سالينا كي كتشوفوا دونك غنهبطوها وغنعلقوها يلا شو معنا البنات يلا اختيار الفراش بالنسبه للكبار والصغار ماشي حاجه سهله كاين بعض النصائح اللي خصنا نتبعوها باش نختاروا الفراش الملائم بالنسبه للظهر كاين الناس اللي كيفضلوا مطلة قاصح وكاين اللي كيبغيو مطلة يكون رطب الناس اللي عندهم الحساسيه خصهم فراش ملائم نفس الشيء بالنسبه للوسادات اللي كنلقاو في السوق اشكال وانواع مختلفه حنا جبنا لكم هذا الريبورتاج باش نسهلوا عليكم كيفيه الاختيار لاننا تنمر ثلث الحياه ديالنا نائمين فاختيار العناصر اللي تتكون المكان اللي كنقضيو فيه اقرب من 24 سنه ماشي من الكماليات لكن هو جد ضروري لا ليتري تتكون اساسا من ثلاث عناصر هما لو ماتلا لو سوميي والوسادات ولازم نتابعوا العدد من المعايير حين اختيار كل واحد فيهم كيف ما غادي تشرح لنا الخبيره دعاء تولي اللي عنده حاله ديال ان ظهرو كيحرقو كيجي كيختار الماتلا اللي ينصحو به الطبيب ديالو كاين ماتلا فراش ميديكال دونك غير هو ما خصوش يختار الفراش يكون قاصح بزاف وما يكونش رطب بزاف الزبناء اللي كيجيو عندنا كاع الماتلا اللي كيختارو كيجربوه كيتكاو واحد جوج دقائق وكيشوفوا واش الماتلا موالمو كيلقى راحتو فيه كاين ثلاثه ديال الانواع ديال الماتلا كاين لي ماتلا اللي تيكونوا بلاموس كاين لي ماتلا اللي كيكونوا اون لاتكس وكاين لي ماتلا اللي كيكونوا بلي روسور من بعد لو ماتلا تيجي دور اختيار لو سوميي وكذلك الوسادات للاهميه ديالهم ما تتقلش على العناصر الاخرى لو سوميي هو عنصر مهم في لاليتري ديال هو اللي كيشد لو ماتلا اللي كيشد الثقل ديال الماتلا لانه هو الاساس خاصو يكون عنده رجلين وفيه ديلات ديال الخشب خاصو يتغير مع المده ديال تغيير الماتلا اللي هي 10 سنين ملي كنغيروا لو ماتلا خصنا نغيروا حتى لو سوميي لان الا خلينا لو سوميي قديم الجوده ديال لو ماتلا ما كتبانش ولا جوده النعاس ما كتكونش مزيانه الاختيار ديال الوساده هو بحال الماتلا هو اختيار شخصي كل واحد كيختار الوساده اللي كتوالم لا بوزيسيون ديال النعاس ديالو هو مهم بزاف وخص اي واحد بغى يشري الوساده ديالو خصو يجربها قبل ما يشريها لا بوزيسيون ديال النعاس في الوساده خص العنق يكون في مستوى ديال الراس بحال لا بوزيسيون واقف لكن من غير راحه فكثير منا تختاروا بيت النعاس ديالهم حسب الصيحات الجديده في عالم الديكور والالوان لا بالنسبه للكبار ولا للصغار فاجيو نتعرفوا على البعض منهم الصيحات الجداد بالنسبه لي ديال الاباء كاين لو بوا ماسيف كاين لو كوير دي تيت دو لي تيكونوا تابيسي شيسترفيلد في الوان مختلفه اللي هو لا كولور ارجان نوار غري كاين لو لاكي اي لو غلوس اللي معاه واحد لو ليد بالنسبه للاطفال تنوجدوا واحد لي فورم مختلفه على شكل طوموبيل ولا ديلي
شويه طالعين معهم البيرو ديالهم تيكون انتيغري، ولا دي لي تيكونوا جيغون بحال المجر تيتجبد. كاين اوسي لي سوبربوزي اللي دابا صيحه جديده فعوت داك اللي معروف تراديسيونيل اللي هو فير فورجي اي بوا. كاين واحد الشكل توب ان ميتال وفيه واحد لا توش ان بي في سي كي رامين لا كولور، تكون فيه دو روج جون فير. ودابا اللي تم اختيار لا ليتري ديالنا وكذلك لا شامبر كوشي اللي على الذوق ديالنا، فتنمروا لاقتناء لو لانج دو لي اللي تيتكون من لو بروتيج ماتلا اولا، لو درا اوس اللي تيغلف الفراش، لو درا او لا كويت، والغشاءات ديال لي زوغي. لكن هذا ما تيمنعش زياده اكسسوارات بحال الوسادات اون سوكان ولا دي بلاد ماده الريش بمختلف الالوان. بالنسبه للاطفال لو بلو كونسيي هو القطن، لو كوتون تيكون على اشكال كثيره، اما اوني avec plein de couleurs vives, احمر اخضر جون اكسيتيرا، ولا تيكونوا على حساب دابا لي طوندونس ديال الدراري الصغيورين تو سكي ديسان انيمي كارز سبايدرمان ايلو كيتي، دونك هادو كاينين دي بريفيرونس ديال البنات وديال الولاد. فوالا لازم نذكروا ان لو لانج دو لي من الاحسن يكون ماده القطن لانه تيشرب الماء سهل في لونتروتيان، واللي اهم من ذلك هو انه ذات جوده عاليه ومضاد للزكريان. نتمنى ان هاد النصائح وهاد الريبورتاج يكون فادكم في اختياراتكم المقبله، ودابا اجوا معايا نشوفوا فين وصل الاشغال. وصلنا الان لمرحله الديكور والتزيين اللي كتطلب بزاف ديال الوقت والعديد من الاكسسوارات. المفاجأة اللي حضرناها الفتيات هي لو شوتينغ فوتو بمساعدة مصور فريق دار ديزاين ديالنا. المصور خدا الصور ديال النزيلات الخيرية باش نحضروا منهم ستيكر كبير اللي غادي تحط في الأول. تبرعوا بعض المهنيين المختصين بهذا ستيكر العملاق اللي غادي يشد الحائط كامل. أبواب ديال الخيرية مفتوحة اللي بغى يمد يد المساعدة، بحال مثلا هاد المتطوعات من مدرسة ديال الديزاين اللي شاركوا في الأشغال ورسموا لوحة جميلة على حائط الأول. دائما في الأول الأحواض وجدات ونشفات وحان الوقت باش نغرسوا النباتات. هاد العملية كتتم في التراب اللي كيتخلط مع الرملة، وهذا الخليط خصو يكون منسجم باش يوفر للنباتات الحاجيات اللي كتطلب للنمو ديالها. ومن اجل التزيين وضعنا الفوق طبقه ديال الكياس اي الحجر الابيض. هاد الحجر ماشي غير ديكور بل غادي ينفع ايضا باش يحبس الغبره ويشرب الماء ديال السقي. هادو هما الخطوات الاخيره في الاول، شوفوا النتيجه. الخدمة مشات مزيان، بقاو الآن اللمسات الأخيرة أي تزيين الأزرار الكهربائية. في باقي المرافق المعلمين بداو كيلصقوا لي ترانكل والستائر الجديدة. فاطمة الزهراء اختارت الوان ساطعه وفي نفس الوقت شفافه بحال الاحمر والخضر باش تخلي الشمس تدخل وتضوي الفضاء. نرجعوا الان عند فريق الكهربائيين اللي سالوا من الاول ودابا بداو كيركبوا التريات ولوازم الاضاءه في قاعه الدروس.
القرايه الضوء خصو يكون قوي وبيض، اما في جهه الصالون فالاضاءه خصها تكون ساخنه وخافته. كما شفتوا الاشغال في خيريه مولاي ادريس الاول تطلبات العديد من التجهيزات، ما كانش ممكن لينا نرفعوا هذا التحدي ونفرحوا الناس ديال الجمعيه بدون مساعده الشركاء ديالنا اللي تبرعوا بالاتات وادوات واتواب متنوعه. كنغتنموا هذه الفرصه باش نشكرهم جزيل الشكر. الصالون اللي تعاودت الخياطه ديالو وصل غادي يتحط الان في المطعم، وزينب بدات كتوجد الصور والاطارات باش نجهزوا الغرف. بعد ما نشفات الصباغه وتعاودوا الفراشات كنرجعوا الاتات للغرف وكنضيفوا الطابلات السلات والاتات الجديد. شاهدوا معنا الغرف قربت تكمل، البنات لمطوا الصالون ديال قاعه الدراسه ورجعوا للتلفازه وبداو كيحطوا اللمسات الاخيره. فريق دار ديزاين ديالنا تبع التعليمات ديال مصممات الديكور من ناحيه الالوان ومن ناحيه التجهيزات. غرف النوم صبحات فضاء مناسب بالنسبه للفتيات بالوان زاهيه واتات للترتيب باش يجمعوا فيه الاغراض الشخصيه ديالهم. اما السليلات الورديه اللي تحت من الطوابل فهي غادي تستعمل من اجل وضع الملابس المتسخه ديال الفتيات. اتات الترتيب المشترك ممكن يتوضعوا فيه اللعاب او الكتب ديال البنات اللي ساكنين في هذه الغرف. داخل فضاء الاسترخاء بقاعة الدروس وضعنا الباركي في الأرض باش نحصلوا على نتيجة دافئة. الصالون تعاود بتوب جديد والخشب ديالو تصبغ بمساهمة البنات ديال الجمعية.
الجهه ديال المراجعه ترتبوا الطوابل والكراسة من بعد ما تصبغات الغرفه وتنقات، خاص غير اللي يقرا. نكتشفوا الآن أكبر فضاء في الجمعية اللي هو الأول. بفضل نصائح مصممة الديكور هرسنا المساحات الكبيرة بأحواض ديال النباتات وسط الأول وولات مناسبة لاستضافة الزوار. الصور ديال البنات على الحائط الكبير عطات رونق لهذا الفضاء. الإضاءة حتى هي تغييرات، استعملنا مصابيح اقتصادية من أجل الحفاظ على الطاقة، وكما كتشوفوا الطرية اللي صايبوها البنات مع فاطمة الزهراء لقات بلاصتها في الدخلة ديال الجمعية. الصور ديال البنات على الحائط الكبير عطات رونق لهذا الفضاء. أما بالنسبة للمطعم فالألوان الجديدة ديال الكراسة والأشكال المرحة اللي توضعت فوق الطوابل رجعت لها الرونق ديالها، هاد الشي كيفتح الشهية. جهة التلفازة الصالونات بجوج تبدلوا بألوان أنيقة، واحد تقليدي وواحد عصري حسب التعليمات ديال مصممة الديكور. La surprise, moi, le portrait que vous avez pensé à mettre devant chaque lit. Sincèrement, je ne m'attendais pas à tout ce bonheur pour mes filles. Mais ça nous fait plaisir. Merci, merci. Monsieur Choufoudakhal. كم من أسرة ما كانش عندها القدرة باش تاخذ هذه البيوت اللي انتم عندكم الآن صباح في الملك ديالكم، وكل وحدة عندها الفراش ديالها في الرقة وفي الجمال وفي الهيئة اللي ربما يغلى على أي إنسان يقدر يحقق هذا الجمال اللي كنا درناه، ولكن هما عندهم المهنة ديالهم والذوق والكرام ديالهم باش ساعدونا باش حقوا لكل وحدة فيكم هذا الأمل أنه تكون حتى هي بحالها بحال أي بنت. أن بون بوا. دابا ملي شفنا بيت النعاس ديالكم كيفاش ولا، نمشيو نشوفوا القسم كيفاش ولات النتيجة من بعد الأشعار. نمشيو؟ يلا. Thank you.
ثاني غتبقاو تحتفظوا على هذا الشيء هذا الصالون لانه هو ديالكم، هذا هو المحل اللي فاش نتوما تفرجوا وتجلسوا وتناقشوا بعضكم بعض الى عندكم شي مشاكل ولا الدراسه ولا وبحال بحال اللي راكم في الديور ديالكم. الفرحة في عيون البنات من اكتشفوا الغرف ديالهم الجديدة والمرافق المشتركة. البنات بينوا إعجاب كبير بالتزيين الجديد وفرحوا بزاف، خصوصا وأنهم ساهموا في هذه الأشغال. قاعة الدراسة ولا عندها شكل جديد، وأكيد أنها غادي تشجع النازلات باش يقراو ويدوزوا فيها الوقت خلال هذه العطلة الصيفية. مشاهدينا، انتم تبعتوا معنا جميع مراحل الاشغال اللي داموا تقريبا مده اسبوع في دار البنات مولاي ادريس الاول. كما شفتوا معنا كل شيء شارك في الاشغال، البنات، المهنيين وحتى الشركات، وحنا كنشكروا كل من ساهم في انجاح المهمه اللي كانت عندنا هذا الاسبوع، وهي اصلاح اعاده ديكور وتاتيس بعض الفضاءات من دار البنات مولاي ادريس الاول. اما انتم مشاهدينا، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من النصائح اللي عطيناهم لكم في لي ريبورتاج، وإلا بغيتوا حتى نتوما تساعدوا هاد البنات، ما عليكم إلا تتصلوا بالجمعية عبر الهاتف اللي تظهر أسفل الشاشة. أما بالنسبة للجمعيات اللي بغاو فريق دار ديزاين ديالنا يمد لهم يد المساعدة ويقوم بالإصلاحات الممكنة، ما عليكم إلا تتصلوا بالبرنامج هاتفيا ولا عبر البريد الإلكتروني. كنشكركم على المتابعة، ونتلاقاو يوم السبت المقبل في نفس الوقت على نفس القناة في تحدي جديد، فين غنحاولوا نمدوا يد المساعدة مرة أخرى للناس محتاجين. إلى اللقاء.